السلام عليكم. برنامج فيلمورا برنامج بيعمل مونتاج بشكل كويس يفكرك ببرنامج الادوب بريمير او موف ميكر او كامتازيا، البرامج اللي هي تحط صور مع بعض وصوت وفيديو ويعمل لك حاجه شكلها حلو. لكن في حاجه ممتازه هم عاملينها جديده اسمها انستنت مود. دي بيعمل ايه؟ بتبدا تختار تمبليت جاهز وتعمل تبديل لبعض الصور والفيديوهات ويعمل لك حاجه احترافيه بشكل جميل زي كده. تمام، يعني خلينا مثلا نختار دوت. بيطلب مني ان انا اعمل لوجين. فبيبدأ يحمل التمبليت وبتلاقي ان انت بتشتغل على حاجة احترافية. تبدأ تدخل بقى صور وفيديوهات زي ما انت عايز. وليكن مثلا اختار شوية صور كده خاصة بماريبيا. مهندس حسين الله يرحمه، واقول له اوبن. تقدر تدخل فيديوهات وتقدر تدخل صوت زي ما انت عايز. ويبقى عندك قدرة ان انت تعمل ايديت وتغير المدة والمسافة وتبدل الصور بشكل احترافي. تعالى بقى نشوف الفيديو. احنا ما عملناش حاجه خالص، هو حط جاهز. لكن انت تقدر تعمل سيلكت وتقدر تعدل الكتابات الموجوده، تقدر تعمل ريبليس للصور زي ما انت عايز. وفي الاخر لما تخلص تقول له اكسبورت، فيبدا يصدر لك ملف الفيديو ده في الاسم اللي انت عايزه في المكان اللي انت عايزه وعدد الفريمات اللي في الثانيه. كل ده يقدر يصدره لك اي ام بي 4 دبليو ام في اي انت عايزه. وبيقول لك ممكن يجهزه لك بحيث ان هو تقدر ترفعه على اليوتيوب او اي منصة من المنصات. طيب لو انا عايز اعدل كلمة معينة هاجي هنا زي ما انت شايف، دي كل واحد فيهم بتلاقي فيها المعلومات بتاعتها. فممكن تيجي هنا مثلا على كلمة مثلا ست لايف، اول ما تقف عليها وبيبدأ يعمل زوم فتقدر تعدل فيها، تكتب الكلمة اللي انت عايزها بالشكل دوت. خلاص هي كده اتعدلت وبقت جاهزة في قلب الشغل بتاعك. طب التعديلات بتاعة الإفكت هتدخل هنا تلاقي الإفكت كلها تقدر تعدل فيها. تلاقي الميوزك سيتنج لو انت عايز تعدل في الأغنية أو عايز تعلي الصوت أو عايز تعمل فيد إن أو فيد أوت، عدد الثواني اللي هيعمل فيد إن وفيد أوت، عايز تعمل تريم للصوت. جلوبال سيتنج باقي الإعدادات اللي هو الفيديو لينس هيبقى كام ثانية، التكست اللي هتبقى موجودة، التكست كولر وهكذا. كل الحاجات دي في البرنامج بشكل سهل جدا ولذيذ، ويعني ما تاخدش ثواني في ان انت تعمل المونتاج بتاعك.